الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا تفضل علينا بنعم كثيرة، من أعظمها أن هدانا لدين الإسلام، وأن جعلنا من أهل القرآن، وأن جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا نجاة إلا بها، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، تصديقًا لخبره، واتباعًا لنهيه وأمره، وسيرًا على سنته وطريقته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه دورة علمية نتدارس فيها مقدمة تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي رحمه الله تعالى. وعادة المفسرين أن يقدموا تفاسيرهم بنوعين من أنواع المقدمات. الأول مقدمات عامة، تشتمل هذه المقدمات العامة على معان من تأليف الكتاب، منها سبب تأليف الكتاب وحدود هذا الكتاب والفن الذي يختص به، وهكذا المنهج الذي يسير عليه المؤلف، والمقارنة بين هذا المؤلف الجديد وغيره من المؤلفات السابقة، ما الذي سنجد فيه وما هو الأمر الذي عني به المؤلف. فهذه أمور توجد في المقدمات بعامة، ومنها هذه المقدمة التي استمعنا إليها قبل قليل. وهناك أغراض أخرى خاصة بمقدمات التفسير، الأغراض السابقة عامة لمقدمات التفسير ولغيرها، أما مقدمات التفسير فإنها في الغالب تشتمل على خمسة أمور. أولها ذكر فضل القرآن وأهمية تفسيره، بحيث تتطلع النفوس إلى هذا الكتاب العظيم وإلى المعاني التي اشتمل عليها. والنوع الثاني مما تشتمل عليه مقدمات التفسير القواعد التي يسار عليها في تفسير القرآن، فما هي المنطلقات والأسس التي يسير عليها من أراد تفسير كتاب رب العزة والجلال. وأما الأمر الثالث فهو التعريف بالمصطلحات والألفاظ التي يختص بها أهل ذلك الفن أو المؤلف في كتابه ذلك. وأما الأمر الرابع فمصادر التفسير، أو ما يسمى بأصول التفسير، ما هي المصادر التي نستقي منها تفسير كتاب رب العزة والجلال. وهكذا هناك أمر خامس قد تشتمل عليه كثير من مقدمات التفسير، ألا وهو النواحي التاريخية المتعلقة بهذا الفن، سواء كان تاريخ كتابة المصحف أو تاريخ تفسير القرآن أو جهود العلماء المتتابعة والمتعاقبة في تفسير كلام رب العزة والجلال. ابن عطية الأندلسي ألف كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وهو من علماء المالكية، واسمه عبد الحق بن عطية، عبد الحق بن غالب ابن عطية، ومشهور بكنيته أبو محمد، وقد ولد سنة 481، وتوفي في سنة 541.
معناه أنه توفي وهو ابن 60 سنة، وقد اشتهر له كتابان هذا التفسير الذي لم يكن معروفا في عصور متعددة حتى عرف في عصورنا الحاضرة، وهو على اسمه محرر، حيث حرر الأقوال والمسائل التي بحثها وميز فيها، وهو في نفس الوقت وجيز أي مختصر، لم يقصد المؤلف الإطالة فيه. وابن عطية له مؤلف آخر يقال له برنامج ابن عطية، والمقصود به الطريقة العلمية والأسانيد العلمية التي انتهجها في طلب العلم وفي تعليمه. وقد كان قاضيا في الأندلس سنين طويلة، ولذلك اشتغل بالقضاء ولم يشتهر بالتأليف، إنما اشتهر له هذان المؤلفان، والمحرر الوجيز أشهر هذين الكتابين. وسيأتي معنا في ذكر المنهج الذي سيسير عليه في هذا التفسير. وقد اشتمل الفصل الأول من مقدمة ابن عطية على عدد من المقاصد، أولها الثناء على رب العزة والجلال والتذكير بصفاته سبحانه وتعالى، كيف لا، والبداءة بحمد الله عز وجل وذكر صفاته تجعل النفوس تعرف الحقائق وتميز ما في هذا الكون من خلق رب العزة والجلال. فقوله هنا الحمد لله، أي أن الثناء والمدح الكامل الذي لا يعتريه نقص من وجه من الوجوه ثابت لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف شيئا من أفعاله وصفاته وما ينسب إلى الله جل وعلا على أنواع، منها أسماء كاسم الله والرحمن والرحيم، وصفات، وينسب إلى الله أفعال وأخبار. وقد ذكر المؤلف هنا عددا من أفعاله سبحانه وتعالى من باب الثناء عليه والتذكير به وربط القلوب برب العزة والجلال. فأول ذلك أنه برأ النسم، أي ابتدأ خلق الناس، وسموا نسما لأنهم يتنسمون ويتنفسون الهواء، وأفاض النعم أي أكثر من عطاء النعم والخيرات التي يتنعم الناس بها، ومنح أي أعطى القسم أي ما قسمه من الخيرات والأرزاق لبني آدم، وسنى أي رفع وأوضح ونور من توحيده وعبادته أي من إفراده بالعبادة العصم أي الناس الذين يكونون معصومين، ذي العزة القاهرة أي القوة العظيمة التي لا يستطيع أحد أن يقف أمامها، تقهر وتغلب كل من كان أمامها، والقدرة الباهرة أي التي تبهر العقول وتعجز عن إدراك كنهها جميع الأذهان البشرية، وذي الآلاء المتظاهرة أي صاحب النعم والخيرات التي نجدها متتابعة يوالي بعضها بعضا، الذي أوجدنا بعد العدم. من صفاته ومن أفعاله من أفعاله سبحانه أنه أوجدنا بعد أن كنا عدما،
قد قال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال: وجعلنا الخيار الوسط من الأمم، كما في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوسط بأنه العدل الخيار، فجعل هذه الأمة خيارا وسطا بين الأمم، ولذا جعلها الله عز وجل تشهد على الأمم بأن الأنبياء قد بلغوهم شرائع رب العزة والجلال. وخولنا أي اختصنا بالعطاء في عوارف لا تحصى، العوارف أي العلوم ولا تحصى، لا يستطيع أفراد الناس أن يحصوها، وإلا فإن الله عز وجل قادر على إحصائها. قال: وهدانا شرعة رمت بنا من رضوانه إلى الغرض الأقصى، أي تفضل علينا بأن أوضح لنا السبيل ثم ألهمنا أن نسلكه إلى شرعه، شرعة أي طريقة واسعة، ورمت بنا أي أوصلتنا من رضوانه أي من رضاه جل وعلا إلى الغرض الأقصى أي إلى الدرجة العليا والهدف الأسمى الذي نريد تحقيقه. فهذا متعلق بالجزء الأول من مقدمته بالثناء على رب العزة والجلال. وأما الأمر الثاني الذي تضمنته هذه المقدمة فهو ذكر القرآن العظيم وبيان شيء من صفاته، فقال: أنزل إلينا القرآن العزيز. وذلك أن الله جل وعلا قد جعل جبريل ينزل من عنده سبحانه حيث اتصف بالعلو بهذا القرآن، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقوله أنزل إلينا القرآن العزيز، العزيز أي أنه لا يوجد ما يماثله، وسمي قرآنا لأنه يتلى ويقرأ، وقد وصف الله كتابه أو سماه بهذا الاسم في مواطن، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وسماه كتابا لأنه يكتب، فقال فيه: وعد فيه وبشر، أي خوف من عصاه ولم يتبع ما فيه، وبشر من سار على هديه بالخير العظيم في جنات الخلد. وأوعد وحذر، أوعد بمعنى خوف من العاقبة السيئة للفعل غير المرضي، وحذر بمعنى أنه أيضا خوف، فجاء بالوعد والبشارة أولا ثم جاء بالوعيد والتحذير ثانيا. قال: ونهى وأمر، أي أن هذا الكتاب اشتمل على نهي الله عز وجل وأمره سبحانه وتعالى. قال: وأكمل فيه الدين، كما قال جل وعلا مبينا أنه أكمل الدين: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال تعالى عن الكتاب: تبيانا لكل شيء. والمراد بالدين الطاعة، فلفظة الدين قد تطلق مرة على الجزاء ومرة تطلق على الطاعة، والمراد بها هنا الطاعة. قال: وجعله، أي جعل الله القرآن الوسيلة أي الطريقة الناجعة أي الموصلة
لأهدافها، وجعله الحبل المتين، أي الذي يتمسك به لينجي الإنسان من سوء العواقب دنيا وآخرة، ويسره للذكر، أي سهله لمن أراد أن يتذكر حقيقة حاله وأن يعرف مآله، وخلده غابر الدهر، أي جعل هذا القرآن باقيا بقاء الدهر أي الزمان، فمن تمسك به كان ذلك من أسباب نصر الله له وتأييده له، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، عصمة للمعتصمين، أي من تمسك به وقاه الله جل وعلا الأمور السيئة فهو يعصم بكتاب الله، للمعتصمين أي الذين يريدون النجاة من هذه الأمور، وجعله نورا ساطعا أي مضيئا، أي مضيئا تمام الإضاءة في مشكلات المختصمين، فكل أمر مشكل على الناس فإن حله في كتاب الله عز وجل، سواء كان في صفات النفوس أو في علاقات الأفراد بعضهم ببعض أو في مشكلات العلوم. قال: وجعله حجة قائمة على العالم، أي دليلا باقيا على العالم من الإنس والجن، ودعوة شاملة، أي هذا القرآن فيه بيان الطريق الواضح الكامل الذي من تمسك به اهتدى. كلامه أي أن هذا القرآن هو كلام رب العزة والجلال، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: الذي أعجز الفصحاء، أي لم يتمكن من تعمق في معرفة اللغة بأن يأتي بمثيل له، وأخرس البلغاء، أي أولئك الأشخاص الذين وصلوا في البلاغة والفصاحة الدرجة العالية، فإنهم متى أرادوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن عجزوا عنه وسكتوا. وشرف العلماء، أي أنه رفع درجتهم وأعلى منزلتهم، فمن علم بالكتاب رفع الله منزلته، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال: له الحمد دائبا، أي أن الثناء الكامل ثابت لرب العزة والجلال على صفة الدوام والبقاء، والشكر واصبا، إما كثيرا وإما باقيا، لا إله إلا هو، أي لا يستحق العبادة أحد سواه، ولا أصرف شيئا من عبادتي لغيره سبحانه، رب العرش العظيم الذي جاءت النصوص بوصفه أنه لرب العزة والجلال. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقوله ثم ثالثا جاء بشيء من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وأفضل الصلاة والتسليم على رسوله محمد الكريم. أما الصلاة فالمراد بها هنا الثناء
وأفضلها أي أعلاها وأرفعها درجة، والتسليم أي الدعاء بالسلامة على لرسوله محمد الكريم. فهو كريم في أخلاقه، كريم في بذله، كريم في جميع أحواله، صفوته من العباد أي المختار الذي اختاره الله جل وعلا للنبوة من بين العباد، وشفيع الخلائق في المعاد أي الذي يشفع في يوم القيامة للعباد ليقضى بينهم في ذلك اليوم العصيب، صاحب المقام المحمود أي المكانة والمنزلة التي يحمده عليها جميع الخلائق. فإن الناس في يوم القيامة يبقون في المحشر وتدنو منهم الشمس ويتصبب منهم العرق، فيأملون أن يقضى بينهم لينجو من ذلك الموطن، فيذهبون إلى أنبياء الله عليهم السلام يطلبون منهم الشفاعة ليقضى بينهم، فيعتذرون إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وصاحب الحوض المورود، الحوض موطن السقيا في ذلك المقام، فإنه لما قضي بين العباد جعل الله عز وجل حوضا يرد إليه أهل الإيمان يتمكنون فيه من السقيا، يردونه فيشربون منه فيرويهم، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. الناهض بأعباء الرسالة أي القائم بواجبات الرسالة أي النبوة والتبليغ الأعصم أي أنه بلغ شريعة رب العزة والجلال، وهذه وظيفته كما قال تعالى إن عليك إلا البلاغ المبين. والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم أي أنه صلى الله عليه وسلم قد نال الشرف في كونه قد بذل للناس من جهده ما يوصلهم إلى صلاح أحوالهم دنيا وأخرى صلى الله عليه وعلى آله، قيل هم قرابته وقيل ذريته وقيل أتباعه، وكلها من معاني الآل في لغة العرب. صلاة مستمرة الدوام أي غير منقطعة، جديدة على مر الليالي والأيام أي أنها تتجدد وتحدث مرة بعد مرة على مر الأيام والليالي. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أمرا رابعا مما عني به في هذه المقدمة، ألا وهي المقارنة بين التخصص والتفنن في طلب العلم. فهل الأولى بالإنسان أن يأخذ فناً واحداً يسير عليه ويقتصر في تعلمه وتعليمه عليه، أو أن الأفضل أن يتفنن في علوم كثيرة؟ وهذه من المسائل التي تبحث عند علماء الشريعة من الزمان الأول، ولهم مناهج متعددة. وقد اختار المؤلف أنه ينبغي بطالب العلم أن يتفنن في أول طلبه بحيث يعرف أصول جميع العلوم، لأن هذه العلوم قد بني بعضها على بعضها الآخر، فإذا عرف أصولها تفنن وتخصص، إذا عرف أصولها تخصص في فن بعينه. فقال: وبعد أرشدني الله وإياك، أي دلني ربي معك إلى ما فيه ما ينفعني دنيا وآخرة، فإني لما رأيت العلوم فنونا
أي وجدت أن علوم الشريعة تطلق على فنون كثيرة، فهذا فن التفسير، وهذا فن الحديث، وهذا فن الفقه، وهذا فن الأصول، إلى غير ذلك من العلوم والفنون، فوجدها فنونا متعددة. قال: وحديث المعارف شجون. المراد بالشجون الحديث الذي تطرق إلى موضوعات مختلفة، وحديث المعارف أي الكلام الذي يتكلم به في أنواع العلوم على أقسام متعددة. وسلكت أي هذه المعارف، فإذا هي أودية أي فنون مختلفة، كل واحد منها بمثابة الوادي المستقل. وفي كل أي في جميع هذه العلوم السابقة للسلف وهم المتقدمون من علماء الأمة مقامات حسان وأندية، أي مواقف وتأليفات ومشاركات ومقالات في هذه الفنون. رأيت أن الوجه، أي اخترت أن الأفضل والأحسن لمن تشوق للتحصيل، أي راغب في أن يحصل على العلوم والفنون وعزم على الوصول، أي أكد الطلب في أن يصل إلى درجة علماء الشريعة، أن يأخذ من كل طرف خيارا، أي يأخذ من جميع الفنون ويتفنن فيها بحيث يأخذ أفضلها وأساسها وقواعدها. قال: ولن يذوق النوم مع ذلك إلا غرارا، أي إذا كان مقصوده ذلك فحينئذ لن يصل إليه من النوم إلا الشيء القليل، الغرار الشيء القليل، وذلك أنه قصد شيئا عظيما. ومن قصد شيئا عظيما مما يرضي رب العزة والجلال سهل الله له تحصيل ذلك المطلوب. قال: ولن يرتقي هذا النجد، النجد يعني المرتفع، أي لن يتمكن من الوصول إلى هذا المكان العالي من التفنن في العلوم ومعرفة قواعدها وأصولها، ولن يبلغ هذا المجد، أي المكان الذي يمجد صاحبه ويتشرف به، حتى يمضي مطايا الاجتهاد، أي يتعب ويجهد مطايا. المطايا في الأصل هي الإبل والنوق التي يركب الناس عليها، فلن يصل إلى التفنن في هذه الفنون وجمع هذه العلوم حتى يتعب مركوبه الذي يريد أن يصل به إلى هذه العلوم. قال: ويصل التأويب بالإساد، التأويب الرجوع، والإساد الانطلاق في الشيء والمساهمة فيه. قيل للأسد أسد لأنه جريء، فالتأويب، وذلك أنه يحتاج إلى ربط المسائل بعضها مع بعضها الآخر. قال: وحتى يطعم الصبر، الصبر نوع من أنواع الأدوية مر المذاقة، فمن أراد أن يبلغ المجد فإنه يتعب تعبا كثيرا حتى يمرضه ذلك فيحتاج إلى الدواء، أو أن تناول هذه العلوم وبلوغ المجد لن يكون إلا ببذل الأمر الشاق المر الذي قد تكرهه النفوس كما تكره الصبر، ويكتحل بالسهاد. السهاد المراد به السهر،
بحيث يتناول جزءا من أوقات ليله في مطالعة العلوم ومراجعتها. قال: فجريت في هذا المضمار، أي أنني دخلت في هذا السباق وهذا المحل الذي يجري الناس فيه. صدر العمر طلقا، أي كنت في أوائل عمري قد حرصت على التفنن في العلوم من غير تقيد بعلم بخصوصه، ولذا قال طلقا، أي لم يتقيد بعلم خاص. وذهبت حتى تفسخت أين، أي استمررت على هذه الطريقة التي هي محاولة الجمع بين العلوم حتى أتعبني ذلك الحال، وأصبحت قد تركت شيئا من نعم الله عز وجل. قال: وتصببت عرقا، أي أجهدت نفسي وأتعبتها وأكللتها حتى أن العرق أصبح يتصبب مني. وهو لا يريد بذلك حقيقة العرق، ولكن لما كان المجهد بالجري ونحوه يتصبب عرقا شبه نفسه في جريه في مضمار العلوم بذلك الذي يجري بأقدامه في كونه قد تصبب عرقه. قال: إلى أن انتهج بفضل الله عملي، أي أدركت قواعد العلوم وعرفت أصولها، وبذلك أصبح عملي له منهج محدد. وحزت من ذلك، أي تمكنت من إدراك شيء من هذه العلوم مما قسم لي منها، أي قدره الله لي. ثم رأيت أن من الواجب على من احتبى، أي بعد أن أدركت أصول العلوم، رأيت أن من المتعين على الإنسان الذي قد جهز نفسه لتعلم العلوم، وقوله من احتبى أي وضع الحبوة على نفسه، وذلك أنهم عند الجلوس الطويل يضعون حبوة تربط أجزاء بدنهم لئلا يتعبوا من هذا الجلوس. ومن الواجب على من تخير من العلوم واجتبى، أي من أراد أن يحصل العلوم وأن ينال منها، أن يعتمد على علم من علوم الشرع، أي أن يتخصص في علم بعينه بعد أن كان متفننا في أصول العلوم وأساساتها. فهو يرى أنه في أول الأمر يأخذ الإنسان قواعد العلوم وأصولها، ثم بعد ذلك يتخصص في فن من الفنون. قال: أن يعتمد على علم من علوم الشرع يستنفذ فيه غاية الوسع، أي يقوم ببذل جميع جهده وما يسعه من العمل في تحصيل ذلك العلم وفهمه ونشره. يجوب آفاقه، أي أنه يبذل من نفسه في تحصيل هذه العلوم. والآفاق البلدان المترامية المتباعدة، ويجوبها أي ينتقل من بلد إلى بلد في هذه المواطن المتباعدة، والمقصود من ذلك داخل العلم الذي تخصص فيه. قال: ويتتبع أعماقه، أن يعرف المعاني الدقيقة الموجودة في ذلك العلم، ويضبط أصوله، أن يعرف الأساسات التي ينطلق منها ذلك العلم، ولكنه لا يقتصر على الأصول بل يحكم الفصول، وهي التتابع المتممات والتوابع، ويلخص ما هو منه، أي يعرف جميع أجزاء ذلك العلم مختصرا
بحيث يتمكن من معرفة القليل بمعرفة القليل من معرفة الكثير، وهكذا أيضا يعرف ما يؤول إليه، أي ما يعود العلم إليه ليعرف أسباب الترجيح في ذلك العلم. قال: ويفي بدفع الاعتراضات عليه، أي لا بد أن يتخصص في علم يتمكن من دفع الشبهات التي تلقى في ذلك العلم، حتى يكون لأهل العلم كالحصن المشيد، أي أنه ينبغي به أن يختص في علم حتى يرجع إليه ويعصم الناس من وقوع الضلالات في ذلك العلم، ويسد الطريق على وساوس الشياطين والجهلة الذين قد يتكلمون بما تلقيه الشياطين من وساوس في ذلك العلم، فيصبح حينئذ كالحصن المشيد، أي المبني بناءً محكماً لا يتمكن العدو من دخوله. والحصن البناء الذي يوضع من أجل أن يحتمي فيه القوم من أعدائهم، وهكذا يكون كالذخر العتيد، أي ما يكون ملجأً لهم يعتصمون به، ويكون بمثابة الموطن القديم الذي يلجأون إليه، يستندون أي يعتمدون إليه، أي إلى ذلك العالم في أقواله، فيأخذون أقواله ويضعونها بمثابة القواعد التي يرجونها، ويحتذون على مثاله، أي يقتدون به ويسيرون على طريقته في تعلم ذلك العلم. وحينئذ المؤلف قد اختار قواعد، قد اختار أن يكون أول عمره في معرفة القواعد والأصول، ثم رأى أنه لا بد من التخصص بعد ذلك، فيبقى ما هو العلم الذي نتخصص فيه؟ فذكر أن ما يتخصص به هو علم تفسير كتاب رب العزة والجلال، وبهذا يكون قد انتقل إلى القضية الخامسة من قضايا الفصل الأول من هذه المقدمة، ألا وهو التعريف بفضل التفسير ومكانته ومنزلته. فقال: فلما أردت أن أختار لنفسي، أي لما قصدت أن أدخل في أحد هذه العلوم الشرعية وأنظر في علم أعد أنواره لظلم رمسي، أي ما هو العلم والفن الذي ينفعني في أوقات الظلمات، سواء في ظلمات المقابر أو في ظلمات الجهل أو في ظلمات عرصات يوم القيامة. قال: وأنظر في علم أعد أنواره لظلم رمسي، سبرتها بالتنويع والتقسيم، أي نظرت في جميع العلوم ونظرت مميزات كل علم و قارنت بين هذه المميزات بوسيلة التنويع والتقسيم، ثم والتقسيم المراد به معرفة خصائص كل فرد من الأفراد، وعلمت أن شرف العلم، أي عظم مكانة العلم وعلو منزلته ومنزلة أهله، تكون على قدر شرف المعلوم، أي ما يشتمل عليه ذلك العلم من معلومات ومعارف. فوجدت أمتنها حبالا، أي أشدها وأقواها حبالا، أي متمسكا يمكن أن يتمسك به الإنسان، وأرسخها جبالا، أي أكثرها بقاء وثبوتا
في مما يشابه الجبال الراسخة وأجملها آثارا، أي أفضلها وأحسنها في عواقب الأمور وفي الآثار، وأسطعها وأسطعها أنوارا، أي أكثرها نورا يهتدي به الإنسان. وجدت علم كتاب الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، فإنه كلام رب العزة والجلال، وهو الذي أنزله الله لهداية الخلق. وقد جاءت الآيات بالثناء على هذا الكتاب وبيان عظم الفوائد التي تجنى منها، وكيف لا وهو كتاب رب العزة والجلال وكلامه، كيف لا وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكيف لا وهو تنزيل من حكيم حميد. وذلك أن هذا الكتاب قد اشتمل على ما يحتاجه الناس من الأحكام، وقال الذي استقل بالسنة والفرض، الفرض يعني الواجب المتحتم، والسنة يعني الأمر المستحب المندوب إليه. وذلك أن كل أمر وكل حكم فإنه يوجد أصله في كتاب رب العزة والجلال، ومن مميزاته أنه نزل به أمين السماء وهو جبريل عليه السلام إلى أمين الأرض وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يدلك على فضل علم التفسير أنه العلم الذي جعل للشرع قواما، أي مستندا يقوم به دين الله عز وجل، وذلك أن الأحكام تؤخذ من هذا الكتاب ويستند الفقهاء إليه. قال واستعمل سائر المعارف خداما، أي أن بقية العلوم والفنون تخدم هذا العلم، وحينئذ تؤخذ مبادئ بقية العلوم من هذا العلم. فبقية العلوم لا بد لها من أصول تستند إليها موجودة في هذا الكتاب العظيم، وبه تعتبر نواشئها، أي بآيات هذا الكتاب وبتفسيره يمكن أن يقاس على ما ورد فيه المسائل الناشئة والنوائب التي ترد على الناس، فما وافقه منها نصع، أي أن ما كان من بقية العلوم موافقا لما في تفسير كتاب الله فإنه يكون ناصعا أبيضا صافيا، وما خالف الكتاب فإنه يرفض ويدفع ولا يجوز قبوله. فهو يعني علم القرآن عنصرها النمير، أي أساسها الذي تعتمد عليه، وهو سراجها الوهاج، أي آلة النور التي تتوهج وتظهر نورا كبيرا، وهو قمرها المنير الذي يجعل الطريق واضحا. وأيقنت، أي جزمت وقطعت، أن تفسير هذا الكتاب أعظم العلوم تقريبا إلى الله، أي أنه فيه من الأجر والثواب ما يجعل الإنسان تعلو منزلته عند رب العزة والجلال. ثم هذا العلم أعظمها تخليصا للنيات، فهو من الأسباب التي تجعل الإنسان يخلص النية لله سبحانه وتعالى، كيف لا وفيه التخويف من النوايا الفاسدة، كيف لا وفيه التذكير بقدرة رب العزة والجلال، كيف لا وفيه زراعة اليقين بالاستعداد ليوم المعاد. قال
ونهيا عن الباطل. أي هذا الكتاب أعظم العلوم التي فيها نهي عن الأمور المخالفة للحق، وحظا على الصالحات، أي أن هذا القرآن فيه من الدوافع والأسباب التي تجعل الإنسان يقدم على الأعمال الصالحات ما لا يوجد في غيره من العلوم. إذ ليس من علوم الدنيا، أي أن تفسير القرآن ليس علما دنيويا، وإنما هو من العلوم الشرعية الأخروية. فيختل حامله من منازلها صيدا، أي أن هذا العلم ليس فيه مقاصد دنيوية تجعل الإنسان لا يتعلمه إلا لأمر دنيوي، وإنما تعلمه للأمور الأخروية، ويمشي في التلطف لها رويدا، أي ليس هذا العلم من العلوم الدنيوية التي تجعل صاحبه يحاول أن يصطاد أمرا دنيويا فيمشي متلطفا بسهولة ويسر لئلا ينتبه له. ورجوت، أي أملت، أن الله تعالى يحرم على النار فكرا عمرته أكثر عمره عمرته أكثر عمره معانيه، أي أملت أن الله عز وجل يمنع من تدبر القرآن وملأ ذهنه من المعاني والغايات والمقاصد التي اشتمل عليها هذا القرآن من أن يكون من أهل نار جهنم أعاذكم الله منها. قال: ولسانا مرن على آياته ومثانيه، أي رجوت أن يحرم على النار من كان لسانه ونطقه مشتغلا بتفهيم آياته وما كرر منه من المعاني والقصص. وكذلك رجوت أن يحرم الله من كان له نفسا تتميز ببراعة وجمال هذا القرآن في رصفه، أي في تصفيف حروفه وكلماته، وجالت صوامها، الصوام يعني الدواب التي تركب في ميادين السباق، وجالت أي تحركت حركة كثيرة صوامها في ميادينه ومغانيه، أي ميادين تفسير كتاب الله عز وجل والمعاني التي يغتني الإنسان بها عن غيره. قال: فثنيت إليه عنان النظر، أي إلى تفسير كتاب الله أرجعت بصري وتأملي، وأقطعته جانب الفكر، أي تأملا في كتاب الله واستنباطا لمعانيه، وجعلته، أي تفسير القرآن، فائدة العمر. وهذا الذي هو الذي جعل المؤلف يقتصر على أن يكون تأليفه في تفسير كتاب رب العزة والجلال. وما ونيت، أي توقفت وتأنيت علم الله، يعني في تفسير القرآن، إلا عن ضرورة، أي بسبب أمر لا أستطيع التخلص منه، بحسب ما يلم في هذه الدار من شغوب، أي من أعمال لا بد أن أقضيها، فهي التي أشغلتني، ويمس من لغوب، أي من تعب ويلحقني بسبب هذه الأعمال، أو بحسب تعهد نصيب من سائر العلوم، أي أردت، أي لم أترك تدارس القرآن إلا لهذه الأسباب، أشغال لا بد منها من شغل الدنيا، وتعب يلحقني، ومراجعة لبقية العلوم التي أحتاج إليها في هذا العلم.
قال: فلما سلكت سبيله بفضل الله ذللا، أي لما طرقت طريق تفسير القرآن، تفضل الله عز وجل علي فسهل لي هذا الطريق، وبلغت فيهم من اضطراد الفهم أملا، أي وصلت إلى درجة أؤملها من فهم كتاب رب العزة والجلال، رأيت أن نكته وفوائده، أي ما حصلته من معان جديدة لا يمكن أن أبقي على حفظها، تغلب قوة الحفظ وتقدح، رأيت أن حفظها لا يمكن أن يبقى في ذهني أبدا، وتسنح لمن يروم تقييدها في فكره وتبرح، أي رأيت أن ما استفدته من معلومات في تفسير القرآن لا بد من تقييدها من أجل أن تبقى، وأنها قد أخذت بحقها من الثقل، فأصبحت علوما كثيرة ومعارف في تفسير كتاب الله متعددة، فهي تتفصى، أي أن من الصدر، أي أنني بدأت بنسيانها، تفصي الإبل من العقل، أي هروب الناقة من الحبل الذي تربط به. قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي قال المفسرون المراد بذلك علم معاني كتاب الله والعمل به، وقد جاء في الحديث: قيد العلم بالكتاب. فهذا هو الداعي الذي جعل المؤلف يكتب هذا التفسير. ما هو منهج المؤلف في تفسير كتاب الله عز وجل؟ هذا هو الجزء السادس مما اشتملت عليه هذه المقدمة. قال: ففزعت، أي ابتدأت بقوة وعزم إلى تعليق، أي كتابة ما ينتحل لي في المناظرة، أو ما يتنخل لي في المناظرة، أي ما يرد إلي وما آخذه من علم التفسير، فهو عني بعلم التفسير، وهكذا عني بترتيب معاني كلام رب العزة والجلال. ما هي مقاصد المؤلف فيه وما هو منهجه؟ قال: قصدت أن يكون جامعاً، أي تفسيراً يجمع كل ما يحتاج إليه الناظر في كلام رب العزة والجلال، وجيزاً، أي قليل اللفظ، محرراً، أي اقتصر فيه على ما ينفع قارئه. ثم ذكر من منهجه أنه لا يذكر من القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به، فلا يذكر من القصص إلا ما لا يمكن أن يفهم كتاب الله وأن يعرف معاني آياته إلا بذلك. وهكذا كان من منهجه رحمه الله أنه يثبت أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم تأدبا معهم وإبقاء لذكرهم وأمانة في التعامل معهم على ما تلقى السلف الصالح رضوان الله عليهم كتاب الله تعالى من مقاصده العربية السليمة، أي أنني فسرت القرآن بمقتضى أو بطريقة السلف وبمعاني لغة العرب التي نزل القرآن بها، وهذه الطريقة سالمة من إلحاد أهل القول بالرموز واللغز. الإلحاد المراد به الخروج عن جادة السبيل، يقال ألحد في الطريق بمعنى أنه خرج عن السلوك المعتاد إلى سلوك مشين، من إلحاد أهل القول
بالرموز واللغز. هناك من يقول بأن آيات القرآن فيها إشارات ودقائق وإلغاز لا يفهمها إلا أناس معينون، ولا تفهم من طريقة لغة العرب، ويسمونه التفسير الإشاري. فذكر المؤلف أن هذه الطريقة غير مرضية عنده، وأنه لم يسر عليها في تفسير القرآن. وهكذا من إلحاد أهل القول بعلم الباطن، فإن هناك أناساً قالوا بأن القرآن لا يفهم بظاهره، وإنما له معان باطنة، فيحرفون معاني القرآن بناء عليها. والطوائف في ذلك كثيرة، منهم من يقتصر على بعض الألفاظ، ومنهم من يقول جميع القرآن من هذا السبيل، حتى أن بعضهم قال المراد بقوله وأقيموا الصلاة ذكرى أئمتهم، وقال المراد بقوله تعالى كتب عليكم الصيام أي حفظوا أسرار مذهبكم أو أئمتكم. فهذا لا يدل عليه ظاهر القرآن، بل ظاهر القرآن على خلافه، وتفسير الصحابة بل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه. قال فمن وقع لأحد من العلماء الذين قد حازوا حسن الظن بهم لفظ ينحو إلى شيء من أغراض الملحدين نبهت عليه. يقول بأن الأخذ بالطرائق المخالفة السابقة قد انطلى على بعض من يفسر كلام الله، وبالتالي فسروا به آيات من القرآن، وفي الغالب أنه عن غير قصد منهم. قال المؤلف أنا عنيت بأن أقوم بالرد على هؤلاء والتنبيه عليهم، ولذا قال فمتى وقع لأحد من العلماء أي المفسرين الذين حازوا حسن الظن بهؤلاء الباطنية ونحوهم لفظ أي كلمة، وينحو أي يذهب بها إلى شيء من أغراض أولئك نبهت عليه أي عرفت القارئ به. وكذلك من منهجه أنه قال وسردت التفسير أي أتيت به متعاقبا في هذا التعليق بحسب رتبة ألفاظ الآية، أي آتي بها لفظا لفظا، وبالتالي آتي في كل لفظ بما اشتمل عليه ذلك اللفظ من الأحكام والنحو واللغة والمعاني والقراءات. وبالتالي ذكر غالب ما يتعلق بهذه الآيات، ولم يغرق المؤلف في التفسير الفقهي وذكر اختلافات الفقهاء. قال وقصدت أي عمدت إلى تتبع الألفاظ أي تفسير الألفاظ واحدا واحدا حتى لا يقع طفر كما في كثير من كتب التفسير، أي انتقال من موطن إلى موطن بدون بيان معاني الموطن الأول. ثم قارن المؤلف بين تفسيره وتفسير غيره ممن اشتهر في زمانه، فقال ورأيت أن تصنيف التفسير كما صنع المهدوي رحمه الله مفرق للنظر، أي أنه يشتت النظر في فهم معاني كلام رب العزة والجلال، مشعب للفكر، وذلك أنه يتنقل من واد إلى واد ومن لفظ إلى لفظ بعيد عنه. وحينئذ قال بأنه لن يسير على الطريقة التي سار عليها هذا المفسر. قال في منهجه في التفسير قصدت أي عمدت وتعمدت إيراد جميع القراءات، لأن القراءات من القرآن وهي تفسره وتوضح
وبعضها يوضح معاني بعضها الآخر، سواء كانت القراءات المتواترة المستعملة أو القراءات الشاذة، وهي التي انفرد بذكرها أحد الصحابة. والقراءات الشاذة هذه سمعها الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفسير للقرآن في أثناء قراءته للقرآن، فظن ذلك الصحابي أنها من القرآن فنقلها على أنها من القرآن. قال: واعتمدت، أي جعلت المنهج الذي أسير عليه وأعتمد تبيين المعاني، أي توضيح الدلالات والمعاني التي اشتمل عليها القرآن وجميع محتملات الألفاظ، أي ما يمكن، كل معنى يمكن أن يكون لفظ القرآن دالاً عليه، كل ذلك أي ما سبق من المنهج بحسب جهدي، أي قدرتي ومقدرتي في البحث وما انتهى إليه علمي، وهذا اعتراف بالقصور في العلم. كذلك من منهج المؤلف ما ذكره بقوله: على غاية من الإيجاز، والإيجاز اختيار اللفظ القليل الدال على المعاني الكثيرة، وحذف فضول القول، أي ما زاد عن المقاصد والأهداف التي قصدتها في تفسير كلام الله جل وعلا. ثم ختم هذه المقدمة بدعاء رب العزة والجلال، فقال: وأنا أسأل الله جلت قدرته أن يجعل ذلك كله لوجهه، طلب من ربه أن يجعل عمله خالصا لوجه الله، وذلك أن القلب يتقلب فيحتاج إلى تثبيت من الله جل وعلا. ولذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كما سأل الله عز وجل أن يبارك فيه، أي أن يجعل فيه المنفعة الكثيرة بحيث يستفيد منها الخلق الكثير، ولذا قال: وينفع به، أي بما ورد فيه من العلوم، فيعلم الناس ويعملون. ثم اعترف بالعجز مرة أخرى فقال: وأنا وإن كنت من المقصرين، أي الذين لم يكملوا عملهم ولم يتموه، فقد ذكرت في هذا الكتاب كثيرا من علم التفسير الذي يحتاج الناس إليه، وحملت خواطري فيه على التعب الخطير، أي أنني بذلت فيه الشيء الكثير حتى أنني جعلت خواطري في هذا الكتاب وفي تأمل معانيه، وعمرت به زمني، أي أنني اشتغلت بهذا التفسير وحده وجعلته هو الشيء الوحيد الذي أشتغل به في زماني، واستفرغت فيه منني، أي أن جميع العطايا التي وهبني الله إياها جعلتها خادمة لغرضي في تفسير كلام رب العزة والجلال. ثم قال: إذ كتاب الله تعالى وهو القرآن العظيم لا يتفسر، أي لا يمكن فهم معانيه إلا بتصريف جميع العلوم فيه، فنحتاج إلى معرفة بقية العلوم التي يفهم بها كلام رب العزة والجلال. قال: وجعلته، أي جعلت هذا التفسير ثمرة وجودي، أي الغاية التي أسعى أن تكون هدفاً لي في الحياة، ونخبة مجهودي، أي أن هذا التفسير جعلته الأمر الذي أنتقيه وأحسن الأمور التي أختارها في مجهوداتي، أي في عملي. فليستصوب للمرء اجتهاده،
أي أنه إذا كان هناك اجتهادات فصوبوني فيها وعرفوني بالصواب فيها، وليعذر في تقصيره وخطأه، أي ما وقع مني من التقصير وعدم وفاء المعاني، أو وقع مني من الخطأ بحيث خالفت الصواب والحق، فإنه ينبغي بكم أن تعذروه فيه. قال: وحسبنا الله، أي يكفينا رب العزة والجلال، فلا نحتاج معه لغيره، وكفى بالله هاديا وكفى بالله نصيرا. ونعم الوكيل، أي أنه الذي يتوكل عليه سبحانه وتعالى ويعتمد عليه في جميع الأمور، ومنها تفسير هذا الكتاب. ثم قال: ولنقدم بين يدي القول في التفسير أشياء قدم أكثرها المفسرون، أي أن هناك مقدمة تفسيرية يضعها أكثر أهل التفسير في مقدمات تفسيرهم، وأشياء أي سأقدم بأشياء وكلمات وفنون وعلوم ينبغي أن تكون راسخة، أي باقية ثابتة في حفظ الناظر في هذا العلم، بحيث يعود إليها في فهم كلمات التفسير، وتكون باقية في ذهنه مجتمعة حاضرة عند قراءته لآيات التفسير. فهذه هي المقدمة الأولى التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى، وعقد بعدها بابا في فضل القرآن العظيم، ولعلنا نرجع البحث فيه ليوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن ينشر الأمن في بلاد المسلمين، وأن ينشر العلم، وأن يكثر من العلماء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.